مشاهدينا مرحبا بكم. غالبا ما كان صورة المرأة المغربية في السينما العربية مسار احتجاج المغاربة، خاصة أنها كانت تظهر كعاهرة أو ساحرة، ولكن الفيلم الأخير نبيل عيوش الزلي فيك زكى هاد الصورة من خلال رصده لحياة مجموعة من العاهرات اللواتي يبحثن عن الخليجيين. سؤال حلقتنا اليوم هو شنو رأيكم في صورة المغربيات اللي ترفضوها في أفلام مشارقة وش نزكيوها في أفلامنا؟ نشوفوا الآراء ونرجعوا لكم. بنادم فيه وفيه، فيه الخايب وفيه المزيان، ماشي كلهم المغربيات، كاين بنادم مزيان وكاين بنادم وكاين اللي تتكون خايبه كاع ومن بعد تتراجع، فهمتي؟ تتولي وحده اخرى عاوتاني تتربي تتوب عليها تتولي تتعطي النصائح وتتعطي الدروس. تنعرفهم بزاف مغربيات كانوا خايبات ولاو تيديروا الدروس في ديورهم وتيجيو عندهم المرأة وتيقولوا لهم ما ديروش هذه الحاجه ما ديروش هذه الحاجه، راه الله مصي على هذه الحاجه الزوينه ومصي على هذه، فهمتي؟ في الدين ديالنا حنا بلد اسلامي، هذا الشيء ديال افلام ديال الدعاره وداك الشيء اصلا ما خصنا عندنا ما نديرو به. وهذا الشيء عاوتاني اختي كيجي منهم هما، من النفسيه ديالهم، حيت كون كانت هي النفسيه ديالها نقيه ومتقيه الله وبنت الناس ما غاديش توصل بهذه الدرجه دير داك الشيء. وانا من عندي شي واحد اللي كيدير بحال هكا ولا شي بنت اللي مغربيه وتمشي تمثل في الخارج بحال هاد الافلام تحيد ليها الجنسيه ديالها، ما تبقاش تدخل لهاد البلاد، حيت كتشوه بالصوره ديال المغرب وكتشوه بالصوره ديال البنات النقيات اللي بحالك وبحال هادشي. كل انسان كلشي حجر وطوب، بنادم ماشي بحال فحال، ماشي شافوا شي وحدينات ماشي مزيانه تياخذوا كلشي ياخذوا عليهم نظره خايبه، لا ما ياخذوش العمر بعد الطريق. ما خاصش الانسان صافي عير شاف فيلم يقول راه كلشي بحال بحال، لا صافي هذاك راه غير فيلم، يعني راه الانسان راه كما قلت لك حجر وطوب، ماشي كلشي بحال فحال. المشكل هذا كلشي عارفه، هو دخل ليه هو شوف هو واش بغى يقصد داك التدخل ديالو، واش بغى يصحح المسار ديال بعض المفاهيم مغلوطه، بغى ما شي باغي نقول ما على حساب اللي خيتيك الناس اللي كيداولوا الهضره ما كتسمع، ما زويناش ما زوينش على بنات المغرب باش تسمع عليهم هضره بحال ما بيان سور صوره خايبه. الله يهدي ما خلق. المجتمع ما تيقبلش، اولا انت تقدري تقولي انه الثقافه ما كايناش، لو كانت الثقافه باسكو داكشي حنا في القرن 21 دابا ولا داكشي ايزي، يعني ما ما ما, ما فيش مشكله. ثاني حاجه انه الفيلم مزيان، ها هو ذكر واقع مغربي ممكن المغاربه ما قدروش يتقبلوه. كيمس بعد المغربيات ديالنا، يعني كيوريهم واحد الصوره اللي حنا هي كاينه في المجتمع ولكن ما نبغوش نشوفها بحال هذه الصوره هذه في الافلام ديالنا. حنا الافلام الغربيه يقدروا يديروها هما حرين، ولكن حنا في النطاق الاسلامي ديالنا ما نقدروش حنا نشوفوا بحال هذه الصوره هذه على بلادنا، نشوفوا الدريات ديالنا بحال هذه الصوره هذه اللي ورانا نبيل عيوش. يعطوا اهانه للمراه بصفه عامه، ما كنحرق يعني ماشي بالضبط مغربيه او مشرقيه، مي المراه عامه تنهانوها بزاف. الدعاره ماشي مساله عاديه ولكن شي حاجه اللي كاينه ياك، هما بغاو يديروا شي فيلم في هذا الشيء بحال هكا. ودابا البروبليم اللي كاين، المشكل هي كيفاش غادي يدير فيلم على الدعاره بلا ما يبين الدعاره. وانا بان لي فيلم زعما خص عادي، شي حاجه عاديه، راه كنتفرجوا في افلام وحدين اخرين هما تيقول لك حكا كتمس الهويه ديال المغربيات، ماشي الهويه ديال المغربيات، راه المغربيات راه كاين مغربيات بنات عاديين وكاين بنات اللي كيديروا الدعاره اللي داتهم الطريق وداروا داك الشيء، والفيلم كيهضر على الناس اللي داتهم بديك الطريق. الحديث عن واقع العامله الجنسيه في المغرب باعتبارها تتمارس اقدم مهنه في التاريخ ليس بجديد، ولكن لماذا لا تتحدث سينمانا عن الجانب الماضي من مسار مغربيات كنا سباقات في تولي عده مناصب ومنها سياسيه اقتصاديه وغيرها؟ تبقوا على خير.